يعني مش ممكن يعني المايه اللي في الكولر هتخلص؟ ولا كلمت فهمي ولا كلمت الاستاذ رجائي عشان نشوف الموضوع ده؟ يا سعدية انت يا زفت يا سعدية انت يا نيلة. ايوه يا دولة خير على الصبح، ايه مشكلة المرة دي؟ المشكلة يا ام مشكلة ان الماء قربت تخلص ومفيش ماء تاني، انت ما اتصلتيش بيهم ليه؟ ما كلمتيش الواد فهمي ليه؟ اكلم فهمي؟ فهمي ايه بس يا دولة؟ فهمي ولا بيحل ولا بيربط، اروح له اكلمه ابعت له حد وبرضه مش نافع، وعلى طول عنده حالة توها كده ومش مركز. شوفي انا هكلم الاستاذ رجايا مديره في المكتب وراح اقول له احنا عايزينه بالظبط. نصيحة مني يا دولة، هاتيلك 6-7 امبولات من الكبار دول نخزنهم في البيت. انا ما اقدرش، مفيش مكان في البيت اشيل فيه الكمية دي، ما هي سهلة يعدوا عليا مرتين في الاسبوع، ما بيتنيروا يعدوا كل يوم تحت السرير يا دولة. كل الناس بتعمل كده، سيبك من الجو بتاع الشياكة واللج اللي انت عايشاه، اليومين دول في أزمة. وتعزاني بقى عايش نفس الحياة اللي انت عايشاها ويبقى تحت سريري كده في بطيخ وكراتين موز ومانجا وهاكس اللي انت عاملاه في اوضتك ده يا معفنة؟ دولة لسان مش عايزة يا دولة، انا خلاص ما بقيتش طايقة نفسي ولا عايزة اقعد لك في البيت لحظة واحدة، انت بتعد علينا اللقمة يا دولة، حتى بيدو ده بيدو حبيب ماما تعد على الزبادي واللانشون اللي بياكلوا. بقولك ايه، انا سايبها لك مخدرة، ما هو مش وقته بصراحة، المعلم عنده مشكلة كبيرة، وما كنتش اقف انا مع المرة دي محدش هينفع يقف معاه، ما سيبكش يا معلم وجيال. مشكلتك ايه يا زفت يا نيلة اذا كان هو اللي مولع في الحضانة بنفسه؟ انا شايفاه بعناية دول عمال يقول للواد الزفت اللي معاه سوكا ده تعالى نتدرب على الدورة بتاعت الدفاع المدني اللي أخدناها، وولع في أم الحضانة. بقولك ايه، ما تفتريش على الراجل، المعلم ما يولعش في راس ماله، وبعدين ده مش راس ماله لوحده، ده مستقبل بودي، افهمي يا دولة اللي انت بتقولي ده كلام كبير. بص يا سعدية، على الرغم من كل الصفات القذرة اللي انت فيها، بس حقيقي انت كبرتي في نظري حبة صغيرين يعني مش كتير، لما قلتيلي ان انت عايزة تقفي جنب جوزك الراجل الغبي ده اللي ولع في مكان شغله بايديه. طب وبعدين؟ من لازم اقف معاه، وما تقوليش ولع في مكان شغله بايديه، المعلم اصلا مأمن على الحضانة وعلى المحل، امال ايه؟ بقولك مستقبل بودي. مأمن على الحضانة واشوفه بيحرقها بعناية؟ لا ده كده فيها إنا. بقولك ايه، خليكي عندك انا نازلة معاكي. لا انت كده هتعفرطيه والكلام يتنطور، عايزة تقولي يا دولة ما تنزليش وما تجيبش سيرة الحكاية دي لو سمحتي، انت هتودي المعلم في داهية بكلامك ده، المعلم مهما عمل طيب وعلى نياته. دولة خليكي في حالك وسبينا في حالنا. استني عندك انا اهو، انا نازلة معاكي يعني نازلة معاكي، انا لازم افهم انتوا بتهببوا ايه انتوا الاتنين، كفايه لحد كده. حبك كده يا معلمي، انا مش قلتلك المكان كله هيولع وهيشيط وهنروح في ابو نكله؟ سامع يا معلمي اللي بيحصل؟ الناس كلمت البوليس وكلمت المطافي وهيحققوا معانا، ومش بعيد يقولوا ان انا اللي حرقتها يا معلم. سايق عليك النبي ما تلبسها لي. بس يا سوكا مش قادر اسمع صوت، مش قادر اسمع صوت حد خالص. يا معلمي انا مقدر، لكن يا معلمي انا عملت تعليماتك واللي انت قلته وحذرتك وقلت لك بلاش يا معلم، هتولع يا معلم، هتبوز مننا يا معلم، وانت اللي ما سمعتش الكلام. بقولك مش عايز اسمع صوت يا بني ادم، انت بتفهمش؟ فاهم يا سيد المعلمين، لكن قولي دلوقتي أما يجي البوليس والنيابة ويحققوا معانا هنقول إيه؟ رسيني. هنقول إن عوني هو اللي حرق الحضانة. عوني؟ عوني إيه بس يا معلم؟ عوني ده ما يعرفش يهش الدبانة من على مناخيره، ده بيقعد يقول كلام من ده قدام البنات عشان يوقعهم وكلام فاضي من ده، محدش هيصدق، الناس كلها عارفة ان عوني لا بيهش ولا بينش. وهو ده اللي هيخلينا نقول اسمه، انه بيقول الكلام ده على نفسه ان هو بيعمله، وبكده هنبقى ضربنا عصفورين بحجر، حريق الحضانة وعوني. بس يا معلم
افرض بقى المعاينة والطبيب الشرعي والناس دي كلها زي ما بنشوفهم في التلفزيون طلعوا بصماتي وبصماتك واتمسكنا واتقفشنا، مش بعيد الواد عاوني ده يرفع علينا قضية. ما تخافش، من ساعة الموضوع بتاع اسم مدينة نصر في أيام الثورة واللي عمله هناك قدام الاسم وكل الناس بقت تصدق انه ممكن يبلطج ويعمل اكتر من كده. انا عارف الحكايه دي كويس وسمعتها بكذا حد، كمان موضوع الرصاصه اللي واخدها في رجله هتاكد الموضوع قوي. رصاصه ايه يا معلم؟ دي كانت قرصه ناموسه وهرشها فراحت عامله له منظر، خرج على البنات ويقول لهم وانا خدت الرصاصه ايام الثوره وحركات. اسالني انا يا معلم، بقعد اسمعه هو ماسك التليفون بتاعه وانا قاعد على القهوه وعمال يرغي. عساك كده يبقى هو ده احسن واحد يسيل القضيه دي، بالمره نريح الناس منه. والله فكره يا معلم، عوني يستاهل، شيل هاله. ولا تاور تحت يا تافه يا هايف يا متخلف، ولا تاور تحت، ولا تاور تحت يا معلم، انت هتقع على دماغنا العماره الله يخرب بيتك يا راجل يا هايف يا تافه. انا شفتك بعينيا دول، انا شفتك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس 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 الناس تنزل تواسف المواقف اللي زي دي؟ انت ناس سمعت فينا ولا ايه؟ في ايه؟ بس يا دولت انا هيلة لك قبل ما ننزل، حط لسانك في بقك ما توديهوش في داهية، ده مهما كان ابو بودي. ابو بودي في عينك على عينه. بقولك يا راجل انت، انا عرفت من سعادية دلوقتي ان انت كنت مأمن على المحل ده، ليه ما حكيتليش الحكاية دي؟ ده اول حاجة. تاني حاجة، لما انت معاك تدفع بوليس التأمين بتاعت المحل ما بتدفعليش الفلوس اللي عليك ليه؟ ودايما ماشي بتدعي الفقر وان انت ما معاكش فلوس. تالت حاجة وده الاهم، انا شفتك انت والواد سكر بتحرقوها امبارح بعناية دول، واول ما البوليس هيجي هبلغ عليكم ان انتوا عملتوا كده عشان تقبلوا التأمين. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه يا بنات دولة؟ اهدي بس اهدي بس اهدي بس اهدي اهدي، اتفضلي اتفضلي تحت. ولا سوكا هات كرسي من على القهوة بسرعة. حمامة يا معلم، ربنا يسترها يا رب. اهدي بس كده بفهمك الحكايه بنام دوله. انا بس كان نفسي اعمل حاجه لبودي بجد، اللي نفسي اعمل اي حاجه عشانه وعشان مستقبله. انا تعبان قوي، انا تعبان وبتصرف تصرفات مش تصرفاتي، وكل ده من ساعه ما بعدت عن بودي، كل ده من ساعه ما بعدت عن بودي حبيبي، وجاي سايباني دلوقتي السعوديه ونزلاني كده اهو ببودي في العربيه وحطاه بعيد عني. هديهولي برسيله، هديهولي وحسي. يا سلام يا معلم، الكلام اللي انت قلته ده خلاني قعدت النظر من اول وجديد. انت راجل واب وزوج وحنون وحبيب. يا سلام بودي بدأ بيده حبيب ماما. اديهولي اديهولي. ايه ده بودي؟ فين بودي؟